إرهابي مشتبه به كان منغمسا في التحشيش والخمور والقمار في بارات المثليين. أصيب الإرهابي صلاح عبد السلام بالتوتر والتشنج أثناء تنفيذ هجمات باريس، هذا ما تعتقده السلطات البلجيكية، خاصة بعد أن قال صديق عبد السلام أن الأخير قال له أن الدواعش بالغوا كثيرا فيما يفعلون. لذا تعتقد الشرطة أن الشاب البالغ 26 عاما عاش نوعا من الندم والتناقض بين حياته كشاب أوروبي وحياته كداعشي إرهابي. ويقول الأخ الأكبر لصلاح وإبراهيم عبد السلام أن الأخيران يعشقان الحشيش والبلاي ستيشن، ويضيف محمد أنهما توقفا عن شرب الكحول وبدأ يمارسان الصلاة منذ 3 أشهر خلت. كما ويقول أصحاب بارات المسلمين في بلجيكا أنهم استطاعوا التعرف على صلاح حيث أنه زبون دائم. ويقول صاحب أحد البارات بأنه لطالما اعتقد أن صلاح كان يمارس اللواطة مقابل المال لأنه كان ممحونا ويتردد يوميا إلى البار. ونظرا لكيفية تعامل الدواعش مع شاربي الخمور والمدخنين من خلال السجن، اعتقد صلاح أنه لابد من أن يكون هؤلاء يحتفلون في السر فيما بينهم في مكان ما. بكل الأحوال لدى هذا الدعدوش خياران، إما الموت قتلا أو السجن مدى الحياة. أما الخيار الثالث أن يشرح لداعش لماذا لم يفجر نفسه.